ومشاركة العرب في هذه المظاهرات ستؤثر بشكل إيجابي أو سلبي؟ دعني أقول لك أمر آخر، العرب لا يشاركون في هذه المظاهرات. أولا أنت تعلمين أن غالبية العرب يقطنون في البلاد في أماكن بعيدة نسبيا من أماكن المركزية التي يقام فيها المظاهرات، بالإضافة أنه وكأنه هناك شعور لدى العرب في البلاد وأنه إذا ما حصل المتظاهرون على نتائج فستكون تحصيل حاصل بالنسبة لنا. وأصلا لم نتعود كثيرا حقيقة في سنوات سابقة في أي موضوع شارك العرب حقيقة في مشاكل، يعني في مظاهرات حقيقية مركزية. ربما يكون هناك بضع عشرات أو حتى مئات من العرب يشاركون في هذه المظاهرات، ربما واحدة من الأسباب أنه لا يشعر المواطن العربي أنه شريك حقيقة. ودعيني أقول كلمة ربما قاسية، هذا الشيء ربما تشعر أنه منبوذ نوعا ما من قبل الفئات الأخرى، بمعنى أنه يعني المواطن العربي سيحصل بنهاية المطاف على ما يطالبه المطالبون في هذه المظاهرات، ولكن ليس شرطا أن يشارك العرب بكميات كبيرة حتى نحصل. ودعيني أقول لك هنا ربما عبارة مهمة، هناك بعض التلميحات تقول أنه المتظاهرين من فئات محددة أو معينة، اليمين يقول أنهم من اليسار. ماذا يحرك العرب الذي يحرك ليخرجوا إلى الشوارع ويتظاهروا ليسمعوا صوتهم؟ دعيني أقول لك الذي سيحرك العرب أن نصل إلى وضعية اللا عودة، بمعنى الناحية الاقتصادية، الوضع الاقتصادي أن يكون صعب جدا. نحن نعم نقترب من هذا الإطار، ودعني أقول لك العرب أكثر من 50% من العرب هم تحت خط الفقر، وهذا أمر مهم جدا ليعلموا الجميع. والوضعية ربما أسوأ من الوسط اليهودي نعم، ولكن كما قلت البعد الجغرافي عن مناطق المظاهرات أو تتحدث عن تل أفيف والقدس كان يصعب علينا هذا الأمر. ودعني ألوم أيضا القيادات العربية، يجب تجيش الناس في هذا الإطار، أنه يجب عندك قيادات عربية يجب أيضا أن يكون لها دور حقيقي في هذه المظاهرات، من خلال أنه بث روح التظاهر والدفاع عن الحق من خلال، وطبعا المشاركة يجب أن نكون مشاركين، وإلا كيف سنحصل على الحقوق؟